السلام عليكم خوتنا، وش راكم؟ لباس اكو ملاح معكم طراب كينج. اكو كيما اكو سامعين بالكلاش هدايا، وانا في الكولتور تاع الراب ما نحبش ندير لي لايف، باسكو الراب هذا ماشي لايف وماشي الفيديو وماشي هضره. الراب موسيقى، الراب بانش لاين، ميتافور، كلاش في اطاره. فيما درت هذا الفيديو فرساوني الله غالب، كاين ناس تقول لك بلي طراب كينج خان العشره، دار على صاحبه كذا. انسان هذا اللي كنت تحكوا عليه ماشي غير انا اللي درت عليه، داروا عليه بزاف ناس، معروف بلي ما يتعاشرش. ثانيا الانسان هذا اللي كنت تقولوا بيني، هذا الانسان كي غنيت معاه كان عنده 500 الف ابوني، ما كانش عنده 3 ملايين ولا اربعه. شوفوا قبل كوديين لي نومبر دو في اللي كانوا عنده، تفهموا بلي كان رابور عادي، ماشي زعما كاع انسان. هذا كان شعره كبير، ديتو حففت له باش يولي يشبه الرابور، ما كانش يشبه الرابور. انسان هذا واحد ما كان يوقف له مور ظهره كي كان يغني الراب. انا جبت له ناس، دخلت له القبه، دار كليب، كبرت له لا كوميونيتي تاعو في الشارع، الناس ولات تسمعوا، الناس ولات تقادروا، الناس ولات ما تدناش ليه في وجهي. هذه وحده. فيما يخص درت عليه يا خوتي، راكو بزاف غلطين. جاب لي ربي هو اللي كلاشاني الاول في لايف، قال الوحش ما الوحش وكدا، ومن عيط له في التليفون مانيش عليك، انا على ابراهيم الوحش، هذا فيدر ديالو. ما علينا، ديديكاس لخويا ابراهيم، سكتنا جوزنا في اتش تي سي، ديديكاس ليكم خوتي. ومن بعد جاز هاد الهضره، تورنينا كيف كيف، قلت له كاين فيلم كيف كيف، ديديكاس خويا امين بومدين، رضا سيتي ساس في وجهكم. جوزت الفيديو هذاك، ما حبيتش نهضر. وهو كان يدير هذاك الفيديو باسكو على باله بلي لو كان انا ندور عليه، ولا ماشي ندور عليه، ريبوندي على هذاك الفيديو، الناس راح تقول لي بلي انت درت عليه ويدور عليا الراي العام. الور انايا ماشي على هذيك ما ريبونديت لكش في وجه رضا سيتي ساس، خاطر انا ما يهمنيش واش يقول لي الراي العام، كنت تتلاح لي. ومن بعد جدو تورنينا الفيلم، خدمنا البروجي تاعنا، كملنا، تخرج غنية كلاشيني يا خوتي العزاز. تما كي كلاشيني هذا ريبوندي له، درت عليه، ما فهمتش تما، لازم نريح ساكت كي كلاشيني، سينو انا درت عليه. اكو غالطين بزاف في حقي، وفي حقي من طرف لي كومونتير، خاطش انا في الواقع ما كاش لي يغلط في حقي، كاين غير ربي سبحانه اللي يقدر يطيحني. عندي حبابي، عندي ناس يحبوني، وما نسحقش بيبليك تاع راب يحبني، باسكو انا محبوب بلا الراب هدايا والحمد لله. وما نسحقش 10 ملايين يحبوني على جر الراب، راك فاهم، عندي 20 الف ولا 30 الف في حومتي ولا في الفلونتوراج ديالي يحبوني بلا الراب، يحبوا زاكيري جيمي بزاف. هذه وحده. فيما يخص الكلاش تاعك اخي الكريم، ضربتك بكلاش انايا، عمرتو بلي بانش لاين ولي ميتافور، غلطت معاك في حاجه، دخلت لك للديزويت، بصح ما غلطتش معاك 100%. وعلاش ما غلطتش معاك 100% اخي الكريم؟ باسكو انا جبت لك عفسه البيبليك كاع يعرفها، ما جبتلكش عفسه مسطوره ولا عار مسطوره انا عريتو، جبت لك عفسه البيبليك كاع يعرفها، ما غلطتش معاك 100%. غلطت معاك نقولوا 40% كي دخلت لك للديزويت. وي نستعرف باللي غلط، وانا انسان راجل ما نحشمش نقول غلط، مي بصح ما غلطتش معاك 100%. كنت روحي بلي عرفت بلي احنا غلط، وغلط باسكو ما كنتش على باسكو كنت على بال بلي هاد الغلطه ماهيش غلطه 100%، هاي غلطه واحد 40 ولا 30، باسكو هذاك الشيء اللي قلته في الغنيه الناس كاع تعرفوا، مش حتى نجبدو انا وجبدوه لك قبلي. هكذا ما كان له تستعمل العاطفه تاع الشعب بس زعما الدور، ماشي الشعب بيبليك تعرف، باسكو الشعب ماش كاع سامع بك، الشعب هو سامع بقضيه كبيره على هاد الصوالح. كاين ناس ماش تاكل، كاين ناس مساكن ما صابوش من با باش يعمروا الفريقو في هذا رمضان. مادا بيا الشعب هذا ما يلتهاش بينا خويا، ما تلتهاوش بينا، التهاو بامور اهم هاد الحاجه ليسونسيال. انت تستغل العاطفه تاع البيبليك، والبيبليك تعاطف معاك، قال لك الكلاش تاعك مليح تعاطف معاك باسكو غبتهم، ماشي باسكو تعرف ترابي، باسكو الغنيه ديالك ما فيها حتى بانش لاين، فيها غير المعايير والطياح. فيما يخص الطياح، انت راك تدخل في لي زيميسيون للعائلات الجزائريه وتقول وتشهر الراب تاعك، تحكي على الراب تاعك في لي زيميسيون، نورمالمون ما تطيحش. انايا كي نطيح انا ما نجوش في لي زيميسيون نحكي على الراب، انا قلت لهم الا شفتوني في التلفزيون تشوفوني كممثل، ما تشوفنيش نحكي على الراب ونشهر الراب تاعي في وسط العائلات. تسمى انت طحانك غلط مع الشعب، انا غلطت معاك تاك غلط مع الشعب، وما غلطتش معاك 100%، نعاودها، غلطت معاك يا ربي 40%، باسكو جبت لك حاجه الناس كاع تعرفها ماشي حتى نجبدها انا، ما كان له تستغل العاطفه تاع الشعب. هادي فيما يخص ديدين،
كملنا معاه. لا لا مازال ما كملنا معاه. الكلاس ديالك ما فيه حتى بنش لاين، ما فيه حتى ميتافور، ما فيه والو، فيه غير طيح والمعاير. كنت عاير فيا، كي تعايرني ما تقيسنيش باسكو المعاير كاع عاير فيها، طيابة الحمام يعايروا. انا كين كلاسي ونطيح الطياح تاعي فيه ميتافور خويا. بار اكزومبل انا شبهتك بالترما، قلت الترما فاق بينك وبينها يتخرف في السقيفه، وانت في اليوتيوب ميتافور كاين بانش كاين ميتافور كاين كدا، انت ما عندكش لي ميتافور ملي بديت وانت تعاير، والناس تعاطفت معاك باسكو غطهم. راك فاهم كيفاه؟ وانا انسان الشعب يتعاطف معاه، نجبد روحي خويا احتراما للشعب، نجبد روحي على هذاك الانسان احتراما للشعب، باسكو الشعب تعاطف معاك باسكو غطو. مي الشعب ما على بالوش باللي هذيك الحاجه اللي جبتها انايا ناس كاع على بالهم بها، ما هم على بالهم بها، تما ما جبتش حاجه مسطوره ولا مخبيه، جبت حاجه باينه هكذا خويا. زيد وشنو فيما يخص قاعد تقول لهم بلي انت وحوينتا وحوينتا وتنافيكي قرقيبه في حانوتك باش دير كليب. خويا العزيز انت راك شاري مرسيدس ورامي داركم، ولادك ما عباكش الا فطروا ولا تعشاو، ما تحكيش على الرجل. انا شريت دار ليما، عندي كروسه مكسره طايحه من باطيمه، بصح شريت دار ليما اخويا العزيز. راك بعيد بزاف على الرجله، ما تحكيش على الرجله وما تحكيش بلي كود تاعي تاع ما ندخلش للحرمه، باسكو انت كنت طيح باليمات في 2015 و16، ما تحكيش على بلي كود تاوعي. انا كي دخلت لك الديزويت، الديزويت تاعك مفتوحه الناس قاعد تعرفها، ماشي انا دخلت ليها كانت مغلوقه ولا بينتها، ولا ما جبتلكش حاجه ما يعرفوهاش الناس، حوايج اللي ما يعرفوهمش الناس سطرتك عليهم هكذا اخويا العزيز. فيما يخص واحد البنادم يقولوا له كريم الكانغ، هذا كريم الداند من اللي بدا يغني هو يقود للدوله. خويا ما عندكش كلتير تاع راب انت يا اخي الكريم، دوك نفهمك ودير 70 كلاس ما ريبوندي لكش خاطش ماشي النيفو تاعي، وما راكش داخل في الجيم، تا خرجناك من الجيم كي بديت تقود للدوله. هذه وحده. حزب المعارضه الاول في البلاد هو الراب باش يجوا الاحزاب، انت كنت تقود للاحزاب وكنت تقود للدوله، ما تقدرش دو جور لون دو ما تدخل معانا في الجيم هكذا حبيبي، تسمى راك خارج الجيم. وانت تحب تركب الموجه، تحب شغل زعما تشوف البيبليك معاه، من لو كان البيبليك يتعاطف مع ابليس تتعاطف معاه، تحب تركب الموجه ماشي مع الحق، انت تركب الموجه. فيما يخص لا كولتور هيب هوب فوق تحكي على روحك خويا، كليب الاخر تاعك شفته كوبي كولي على سيفيو مع كنزة فرح، كليب تاع سيفيو مع كنزة فرح لي تخجو فخون خاوتي، روحوا اليوتيوب شوفوه، تاع السلاح وكذا ومخبي زعما في حرب، كوبي كولي بلي بارول بالكليب بكلش، ما عندك حتى كولتور. انت في عنابه ما يريسبكتيوكش، ديديكاس الناس عنابه، في عنابه واحد ما طاقيهم في لي ستوري ما يقلبولكش، ما نقولوش شكون باش ما نديروش فتنه، طاقي الناس دي رابور في عنابه ما يقلبولكش ستوري، ما يديرلكش ميم باري بوست، واحد ما يريسبكتيك في عنابه. زيد والانسان اللي كنت تقولو درت عليه ما درتش عليه، هو اللي تبلاني خاوتي، هما اللي هو اللي كلاشاني، كلاشاني طروا كلاش دو فيديو وغنيه، وزاد زاد زاد دار كلاش واحد اخر، انا ريبونديت وليت انا اللي درت عليه. نو خاوتي ماشي هكذا اخو، ليسونسيال فرصيتونا باش درنا هذا الفيديو، سين والله ما نديرو يا خاوتي العزاز، باسكو نعرف روحي واش نسوى. و الكلاش كي تحب تطيح ما تدخلش العائلات الجزائريه، ما تجوش في ليميسيون، لي زيميسيون هكذا القانون في الماريكان يقول، باسكو الراب جا من الماريكان ماشي من الافريك خويا، الراب ثقافه تاع ماريكان، تحب ولا تكره ماشي لافريك اللي كريات الراب، دونك لازم تتبع الثقافه هذيك. في الماريكان لي رابور ما يجوزوش التلفزيون، دايرين لهم ايميسيون سبيسيال، شان سبيسيال لي جان، واسمها ام تي في الكعبه الا تعرفها، ام تي في لي رابور يجوزو غير تما، ما يجوزوش في القنوات تاعهم تاع الدوليه اللي يحكوا الاخبار تاع البلاد وكذا. هكذا اخو كي تطور وتتقف في الراب احكي على الكولتور هكذا حبيبي العزيز، راك تستغل في عاطفه الشعب وراك تغيض الناس غطها، وانا على هادي اللي ماشي حنزيد نكلاشيك، ماشي حنزيد ريبوندي لك كاع باسكو غطهم احتراما للشعب. انا خبطتك بكلاش صح غلطت معاك، دخلت لك للديزويت مي ما دخلت لكش، ما غلطتش غلطه تاع 100% غلطت تاع 40% باسكو الديزويت تاعك كاع الناس تعرفها ماشي انا اللي عريتها هكذا خويا. فيما يخص لي باز تانيت، لي باز لم يقولوا بلي انت خربت الديور، خاوتي كانوا متلقين عندهم شهرين، عندهم شهرين ملي تلقوا، عندهم شهرين ملي تلقوا، ماشي انا اللي خربت الديور والناس كاع على بالها، ما تغطوا السمش بالغربال. وبون كوراج ليك في حياتك وفي الراب خويا، تتلاح لي نشعل فيك النار لحد الان، انا ماش حنزد نكلاشيك مادام ما حش تلاح لي وما تلاحت ليش.
وفي الاخير نتمنى هذا الفيديو كي تحطوه في اليوتيوب تحطوه كومبلي، ماشي تحط 5 دقائق ولا 2 دقائق ولا 3، باش تحط غير واش يساعدك نتايا، باش الناس نوروا الراي العام، باش نوروا الراي العام ولا الراي العام يفهم واش كاين. حاولوا نحطوا الفيديو كومبلي فيما يخص الراب ولي كلاش وكذا. ومن رانا في الاواشر خويا، انا راني في الاواشر خويا، مادا بيا ندوزو رمضان مليح وما نلتهوش بهاد الصوالح. سامحوني دقيقة هكذا خوتي، او جاي رمضان انا الراب، راه جاي رمضان مش حنزيد نغني الراب قاع حتى المر رمضان خوتي، الى حيانا ربي. ونهار اخر كي تطيح ما تجوش في لي زيميسيون تاع الجزائر تحكي على الراب تاعك، باسكو انايا كي نطيح انا ما نجوش في لي زيميسيون تاع نحكي على الراب تاعي ونشهر الراب تاعي في وسط العائلات، فهمت خويا؟ انا قلت لهم خاوتي الا شفتني في التلفزيون كتشوفني ممثل، ما تشوفنيش رابور، تشوفني باسمي زاكي ريجيمي، ما تشوفش طراب كينج، تاك تجوز باسمك تاع رابور وتطيح هكذا، تاك غلط مع الشعب، انا غلطت معاك و 50%، نعاودها ونقولها ما غلطتش معاك 100%، سي فري غلطت نستعرف، مي 50% باسكو هذاك الشيء اللي جبته لك في الغنيه الناس قاع تعرفه، ماشي غير انت، ماشي غير انا ولا حتى كلاشيتك باش عرفوها. بارك الله فيكم خاوتي، تحية لكم.